والآية اللي قرأتها قبل لحظة أنه جنة عرضها السماوات والأرض، فهذه دللت على أنه الأرض هي مسطحة. إن لم تكن الأرض كروية فما هو شكلها؟ أنا عندي ثابت اليوم نتيجة التطور العلمي بالأقمار الصناعية وبالوسائل الحديثة، المركبات الفضائية، ثبت أن خاصة بعد أن وجدت مراكب مركبات فضائية والمكوكات اللي تدور باستمرار حول الأرض واللي غادرت قسم من عندها الأرض إلى المجموعة الشمسية، أكدت الصور الناتجة على أن شكل الأرض كروي. عند سطح البحر عند ظهور السفينة واقترابها لا نشاهد أولا إلا الصاري، وبعد ذلك مقدمة السفينة أو أعلاها، ثم تظهر السفينة. عندما تكون على شاطئ البحر فتشاهد أنت من بعد، لكن أي بعد منهم؟ البعد الوضوحي. فالبعد التلاشي لا ترى فيه شيء، وإنما بعدين لما تتقرب السفينة شيئا فشيئا نحو الشاطئ أو المرتى فتشاهد من عدها ما ارتفع منها. كيف تشاهدها؟ لأنه العين مثل ما قلنا إحنا هي ما حد لها ما توصلوا إلى علم العين جميع الأطباء، لأنه شلون ترى الشيء كروي على بعد بالتلاشي؟ لما تتقرب إلى وضوح الرؤية تشوفها عدل. فهذه نفس الطريقة أنه يؤدي لك إياها. فإحنا لما إحنا موجودين على الأرض فإحنا قريبين إلى الأرض، فإحنا إذا نشاهد بنصف العين، لأن العين لو قسمناها بالنص القزحية فنشاهد إلى الأعلى مسافة أكبر وإلى الأسفل مسافة أقل. سنة 99 صار كسوف. نعم تفضل. الشمس كسوف كلي. فرحنا إلى الموصل، لأن هناك في الموصل صعدنا إلى دير مار متي، فهذا يرتفع 3600 قدم عن سطح الأرض. أخذت الشمس أن تختفي شيئا فشيء، وين بالنسبة إلى كتلة القمر، لأن القمر الكتلة مالته هو نصف كتلة الشمس، فالقطر ماله 1,200,000 كيلومتر، والشمس القطر مالها 2,400,000 كيلومتر. الأرقام اللي ذكرها فيما يخص كتلة القمر، احنا بأدلة علمية وبقوانين والاعتماد على قوانين في الفيزياء وعلم الفلك تمكن العلماء من الاستدلال على كتلة القمر، وهي سدس كتلة الأرض، لذلك قوة الجذب المسلطة على الأجسام الموجودة على سطح القمر، وهذا ما أكده رواد الفضاء حين انتقالهم إلى سطح القمر وتأكد لهم بأن القمر كروي. كانت الجاذبية قليلة هناك وهي أقل من جاذبية الأرض بستة مرات، فلذلك الأوزان هناك تكون سدس. الخسوف والكسوف والغروب والشروق وتغير الفصول، كيف تحدث هذه الظواهر والأرض غير كروية على حد تعبيرك؟ الشمس بالنسبة لها هي اللي تدور حول الأرض، لأنها هي الأصغر من الأرض بموجب الآيات القرآنية. أنت هل يوم من الأيام رأيت الشمس كيف تتحرك؟ أنا رأيتها تتحرك الشمس. كيف؟ تتحرك الشمس حركة واحدة في كل 24 ساعة. لأنه أنا لما أحكي على العلم القرآني، هو يحكي لي على العلم اللي أنا رافضه أساساً، وهو العلم الحديث اللي يدرسون به، وهذا علم بدع لم يكن له أي حقيقة في القرآن الكريم، لأنه ما توجد أي آية في القرآن ترمز إلى كروية الأرض أو دورانها. فكل شيء اللي ما يرمز إلى شيء بالقرآن فهو باطل.